حبايبي شيك، وده يا حبايبي الشكل النهائي للعشورة بتاعتي. كل سنة وانتو طيبين، احلى عشورة تاكلوها وربنا يجعلها سنة سعيدة علينا كلنا يا رب. حاجة كده حلوة وجميلة هتعجبكم جدا، جربوها. وبكده اكون خلصت معاكم الطريقة بتاعتي، ولو الطريقة بتاعتي عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، ولو انت مشترك معايا ما تنساش تكتب لي تعليق وتعمل لي لايك وتدوس على زر المشاركة علشان تشيروا الفيديو لأكبر عدد ممكن، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من أكلات ماما وشيمو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشيني جدا جدا جدا. اخباركم ايه؟ طمنونا عليكم. معاكم أكلات ماما وشيمو. عاملين ايه يا حبايبي؟ النهاردة هعمل معاكم حاجة كده حلوة كل الناس بتحبها، هنعملها سوا مع بعض. بس قبل ما ابدا معاكم انا هعمل معاكم البليله، هنعمل بليله مع بعض. عايزه تعمليها بليله او عايزه تعمليها عاشوره؟ كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عاشوره السنه الهجريه. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يعيد الايام عليكم بالخير، ربنا يجعلها سنه سعيده عليكم كلكم يا رب. هنعمل مع بعض العاشوره او البليله، وبمكونات سهله جدا وجميله ان شاء الله يا رب الطريقه بتاعتي تعجبكم. قبل ما ابدا معاكم عايزين نصلي على الحبيب زي ما تعودنا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، حبيبي يا رسول الله. انا محضره معايا هنا ده نص كيلو قمح اللي هو بتاع البليله، اهو بتشتريه من عند العطار بتقول له عايزه القمح بتاع البليله. محضره معاكم نص كيلو، جبته نضفته كويس زي ما انتم شايفين، ومحضره معاكم نص كوبايه اهي او كوبايه الا ربع، هي نصها نصها رز. تمام، يبقى انا جبت نص كوبايه رز ونص كيلو بليله، هحط الاثنين على بعض وهغسلهم وهرجع تاني اوريكم هنعمل ايه. خليكم معايا عشان تشوفوا طريقه العشوره. اهو يا حبايبي انا غسلت القمح بتاعي على الرز وحطيت عليهم شويه ميه زي ما انتم شايفين، وحطيتهم في الحله بالشكل ده اهو. هسيبه هغطي عليهم وهسيبهم لحد ما يغلوا مع بعض 5 دقايق كده، ياخدوا مع بعض ويغلوا. هبدا ان انا اغطي عليهم واسيبهم ساعتين او 3 ساعات لحد ما الميه السخنه دي تخلي القمح بتاعي يفتح كده ويبقى فاضي من جوه وجميل. في الوقت ده انا محضره معاكم هنا اهو اللبن، دول 2 كيلو لبن حطهم على النار اهم بيغلوا. هسيبهم يغلوا معايا، هعمل اللبن وهطفي عليه لحد ما البليله بتاعتي تستوي، واسيبها ساعتين او 3 ساعات لما ايه زي ما قلت لكم تتفتح كده واحس ان هي نفشت خالص وهوطي عليها خالص زي ما يعني انا هسيبها دلوقتي هوطي عليها خالص عشان تستوي، زي كانك بتسوي كده الفول بتاع التدنيس. شفتوا لما بتسوي الفول بتاع التدنيس بتعمل ايه؟ بنوطي عليه خالص عشان يستوي براحته. انا هعمل نفس الوضع هنا، هوطي على البليله بتاعتي خالص لحد ما تستوي، والاقيها بدات تستوي كده هروح مغطيه عليها وهسيبها ساعتين 3 لحد ما تنفش خالص كده، وبعد كده هرجع اوريكم تعملوا فيها ايه. عايزين تخلوها بليله كده هنخليها، عايزين نعملها عاشور عشان كل سنه وانتم طيبين السنه الهجريه برضه هنعملها. اللي انتوا حابينه هنعمله مع بعض، خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقه بتاعتي. اهو يا حبايبي زي ما انتوا شايفين معايا اهي البليله بتاعتي بدات تغلي، اللي هو القمح مع نص كوبايه الرز اللي احنا حاطينه في الميه هم بداوا يغلوا مع بعض بالشكل ده. هبدا ان انا اوطي عليهم الحله اهو، هوطي عليهم خالص وهسيبهم بقى ايه 5 دقايق تغلي كده، وبعدين هطفي عليها واسيبها في الميه السخنه بتاعتها دي من 2 ل3 ساعات. تمام، وبعد كده بقى هرجع اقول لكم ايه هنعمل فيها ايه. ماشي، انا حاطه نص الحله ميه، هتقولي لي الميه كده مش كتير، هقول لك لا الميه مش كتير، انا حاطه ميه كتير لان القمح هيفتح وهيملى الحله، هيملى الحله كلها كده، هيبقى كلها البليله ملياها، القمح بالرز ده هيمليها. تمام، فهنخلص وهوريكم شكلها بقى هيبقى عامل ازاي، خليكم معايا عشان تشوفوا احلى بليله او احلى عشوره ممكن تعملوها في حياتكم. طريقه سهله جدا وجميله جدا،
ومكوناتها سهلة، هتفرحي عيالك وهتفرحي بيتك في الأيام المفترجة اللي احنا فيها دي. زي ما انتم شايفين معايا كده، هبدأ ان انا اغطيها واسيبها 5 دقايق تغلي شوية مع بعض، وبعدين هطفي عليها. خلاص يا حبايبي، يبقى احنا هنغطيها واسيبها 5 دقايق واطفي عليها، وبعد كده هسيبها ساعتين وارجع لكم تاني اوريكم الطريقة عملت فيها ايه. خليكم معايا. اهو يا حبايبي بصوا، ده بعد 5 دقايق بصوا ملك الحلة ازاي، عشان اللي كان بيقول لو حد قال يعني المية كتيرة، لا المية مش كتيرة. بصوا هي بدأت ان هي تنفش ازاي كده، عدى عليها 5 دقايق بالظبط اهو زي ما انتم شايفين. هطفي بقى عليها وهسيبها من 2 لـ3 ساعات في المية السخنة بتاعتها دي، وبعدين هنرجع نكملها مع بعض. ورجعت لكم تاني يا حبايبي عشان اوريكم شكل البليله بتاعتي بالشكل ده، او العاشوره بالشكل ده زي ما انتم شايفين. بعد ما سبتها 3 ساعات ملت الحله بالشكل ده، رحت مزوداها شويه ميه تاني عشان تكمل سواها. شفتوا يا حبايبي الحله اتملت ازاي، والبليله زي ما قلت لكم فتحت خالص وبقت عامله ازاي. ملت الحله بالشكل ده كده، رحت مالية الكتل الغلاية بتاعتي نصها مية، ورحت مزوداها تاني وولعت عليها وهوطت عليها بقى عشان تكمل سواها. خليكم معايا عشان تشوفوا وانا بعملها، وانا بفصلها بقى، وانا بخليها بليلة كده لوحدها، او نعملها مع بعض عاشورة جميلة جدا. وكل سنة وانتوا طيبين يا حبايبي يا حلوين. ده يا حبايبي شكل البليلة بتاعتي اهو، هي استوت خالص، انا سبتها 5 دقايق تاني اهو. بصوا بقت عاملة ازاي، مستويه خالص. طبعا البليله انا عامله نص كيلو، فطبعا كان كتير، فانا اضطريت ان انا اقسمه. بصوا انا قسمته، شلت شويه هنا في الحله، دول هخليهم بليله نشربها كده بلبن الصبح، الولاد بيحبوها. ومحضره معاكم هنا بقيه الحاجه عشان نعمل ايه العشوره مع بعض. هنا حطيت 3 معالق من النشا، 3 معالق لبن بودر زي ما انتم شايفين، 3 معالق كريم شانتيه، واحط ذره فانيليا. وهنا دي قشطه، انا لما بجيب اللبن بشيل القشطه بتاعته، فانا كنت شايله قشطه اهي فهحطها برضو عليه. خليكم معايا عشان تشوفوا بقى احط ايه. الاول هروح هنا على البليله وهنزل عليها بالسكر، السكر ده حسب الرغبه، انت بتحبي الحاجه مسكره ولا بتحبيها دلع، كل واحد على حسب ما هو بيحب السكر بتاعه بيبقى عامل ازاي. تمام، انا حطيت معاكم السكر اهو، هبدا ان انا اقلبه واشوفها عايزه سكر تاني ولا ايه، نشوف كده سكرها ونظبط السكر بتاعها مع بعض. وبعد كده هنزل معاكم عليها باللبن على ما اكون حطيت على الخلطه بتاعتي السحريه اللي هي اللبن البودره والكريم شانتيه والنشا، احط عليهم شويه لبن صغيرين واقلبهم مع بعض، وبعدين هنزل بيهم على البليله بتاعتي عشان نعمل العشوره. خليكم معايا عشان تشوفوها. اهو يا حبايبي انا محضره معاكم اللبن زي ما انتم شايفين، اللبن هو بالقشطه بتاعته. بصوا اللبن بتاعنا جميل عليه قشطه كتير ازاي اهو. هبدا ان انا انزل باللبن على البليله بتاعتي بالشكل ده اهو اهو، شفتوا؟ بصوا اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. هبدا اقلب اللبن بتاعي، بصوا القشطه عليه قد ايه، بصوا اهو. هسيبه بقى يغلي كله كده مع بعضه، واحط برده حته القشطه بتاعتي اللي انا برده كنت شايلاها اللي انا قلت لكم عليها دي اهي، عشان يديله قيمه غذائيه حلوه كده ويبقى طعمه تحفه. هو هقلب بقى القشطه مع اللبن مع البليله كده اهو، عشان نعمل احلى طبق عاشوره ممكن ناكله، حاجه كده جميله وطعمها حلو وعيالك هيحبوها كتير كتير كتير. اهو يا حبايبي بالشكل ده، هسيبها تغلي بقى مع بعض على ما القشطه بتاعتي دي كمان تدوب في قلب البليله بتاعتي. هكون عملت معاكم الخلطه السحريه بتاعتي اللي هي اللي انا قلت لكم عليها، الثلاث معالق نشا والثلاث معالق لبن بودره والثلاث معالق كريم شانتيه، هحط عليهم شويه لبن واقلبهم مع بعض. لما يكون ده غلي هنزل عليه بيوم. خليكم معايا عشان تشوفوا يا حبايبي وانا بعملها. اهو يا حبايبي انا حطيت هنا شويه لبن على النشا بتاعتي، النشا واللبن والكريم شانتيه من كل حاجه حطيت 3 معالق، ورجعت زودت تاني معلقه نشا كمان
يعني بأربع معالق نشا وثلاثة لبن وثلاثة كريم شانتيه وشارة فانيليا حبة صغيرين، يعني ذرة فانيليا كده عشان ما يمررش. تبدأي ان انت تقلبي فيهم بالشكل ده في المضرب بتاعك اهو، تحيات لما كل الخليط بتاعي ده يتجانس كده مع بعضه. وهنا هاجي بقى هنا اهو، بصوا انا هنا اهو زي ما انتم شايفين انا حاطه الاتنين كيلو اللبن على الايه، على العشوره بتاعتي اهي، حطيت على القشطه. وتظبطي السكر بتاعك على حسب ما انت بتحبيه، السكر ده يا جماعه حسب الرغبه. تمام، هبدا ان انا انزل بال اللي هو الخلطه بتاعتي اهي، هبدا ان انا انزل بيها، ايد بتنزل وايد بتقلب اهو اهو كده زي ما انتم شايفين اهو، واحده واحده كده هننزل بالخلطه بتاعتي اهي اهو عشان ما يكلكعش مننا اهو اهو. هنزل بالخلطه كلها بالشكل ده زي ما انتم شايفين معايا، وابدا ان انا اقلبها، هبدا ان انا اقلبها بالشكل ده علشان ما تكلكعش مني. بصوا القوام بتاعها، بصوا خفيفه ازاي والقشطه عليها كتير ازاي، يديها طعم جميل مغذيه جدا جدا جدا. من الحاجات اللي انا بحبها العشوره او البليله الاثنين والله، يعني حتى لو انت سبتيها بليله كده وعملتيها بلبن زي الشويه اللي انا سبتهم، الاولاد بيحبوها جدا، مغذيه ليهم وبتديهم طاقه وحلوه قوي. اهو يا حبايبي هسيبه بس يا دوب يغلي معايا كده، وهبدا ان انا اطفي عليه واصبه في الاطباق بتاعتي، وهتاكلوا احلى طبق عشوره بالهنا والشفا. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يعيد الايام عليكم بخير وبسعاده وبهنا وبفرحه، يجعلها سنه سعيده علينا كلنا يا رب ان شاء الله. خليكم معايا عشان اوديكم بعد ما اصبها في الاطباق وازوقها هيبقى شكلها عامل ازاي. الشكل ده يا حبايبي اهو، انا صبيت معاكم البليله بتاعتي اللي هي العشوره بقى في الاطباق، بقت احلى عشوره موجوده معانا اهي. وطبعا انا محضره هنا للتزويق طبق زبيب وطبق جوزة الهند، هبدا ان انا ازوق معاكم كده بالشكل ده. بتحبي الزبيب حطي، بتحبي جوزة الهند حطي، بتحبي مكسرات حطي، اللي موجود عندك هتزوقي بيه بالشكل ده كده. هبدا ان انا ازوق الاطباق بتاعتي اهو بجوزة الهند كده عشان تاكلي احلى طبق عشوره جميل جدا، حاجه كده هتعجبك اهو. كده كده انا خلصت الاطباق بتاعتي كلها اهي، حطيت لها جوزة الهند. هبدا بقى ان انا احط الزبيب معايا، تحبي زبيب حطي، الحاجه اللي بتحبوها ابداوا ان انتوا تحطوها على الايه، على الاطباق. اهم حاجه ان انت تعملي حاجه حلوه ولادك يحبوها ويحبوا ياكلوها. خلاص بالشكل ده كده هخلص كل الكميه بتاعتي اهو هنا. اهو يا حبايبي كده انا خلصت اهو العشوره بتاعتي بالزبيب وجوزة الهند، حاجه جميله جدا. يا رب تكون الطريقه بتاعتي عجبتكم، ولو الطريقه بتاعتي عجبتكم ما تنسوش تشتركوا لي في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من اكلات ماما وشيما. حبايبي وده يا حبايبي الشكل النهائي للعشوره بتاعتي، كل سنه وانتم طيبين، احلى عشوره تاكلوها وربنا يجعلها سنه سعيده علينا كلنا يا رب. حاجه كده حلوه وجميله هتعجبكم جدا، جربوها. وبكده اكون خلصت معاكم الطريقه بتاعتي، ولو الطريقه بتاعتي عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. ولو انت مشترك معايا ما تنساش تكتب لي تعليق وتعمل لي لايك وتدوس على زر المشاركه علشان
تشيروا الفيديو لأكبر عدد ممكن وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من أكلات ماما وشيمو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.